observer seat, من حقه انه يقعد ويسمع what's going on. واذا حسينا ان الاستراتيجي او الامور اللي هنناقشها حساسه زياده, we can excuse him ونقول له بعد اذنك احنا we're gonna talk about something that might have a conflict مع فورد. اما الاداره التنفيذيه فتتكون من رئيس مجلس الاداره ديفيد ريتشارد والرئيس التنفيذي الدكتور ألريك بيتس, الشخص الذي كان له دورا كبيرا في تطوير استون مارتن خلال السبع سنوات الاخيره. نحن ممتنون لفورد, فلقد أتاحوا لنا الفرصة لتطوير الشركة ومضاعفة إنتاجيتها من شركة تصنع 45 سيارة في عام 94 إلى شركة تصنع 7000 سيارة العام الماضي. وأنا كنت في موقع إدارة الشركة خلال السبع سنوات الماضية, وفي هذه السنوات طورنا الشركة من إنتاج 800 وحدة إلى 7000 وحدة, يعني 10 أضعاف ما كانت تنتجه. لقد طورنا الشركة لتستطيع الوقوف بمفردها وأن يكون لها شبكة موزعين حول العالم, ولديها التكنولوجيا المستقلة التي تتناسب مع شركة سيارات فخمة. لكننا ارتأينا أنا والإدارة أننا لا نستطيع تحقيق أكثر من ذلك تحت إدارة فورد, لأنه لا يوجد إدراك لمفهوم سيارات الرفاهية. ففورد تنتج سيارات استهلاكية بالجملة, ولذلك اتفقنا على البحث عن ملاك جدد. وهنا دخلت الشركة الكويتية من خلال مزاد عالمي, ووجدنا لديهم وعيا جيدا لإمكانات هذه العلامة في المستقبل, ولذلك اتفقنا معهم. They had a good understanding of the potential of this brand in the future, and this is why we came together. I think the first thing they offer is stability to the business. أعتقد أن أول شيء قدموه للشركة هو الاستقرار, فهي لم تعد جزءا من مؤسسة كبرى تكاد لا تذكر بالنسبة لشركة في حجم فورد. فأستون مارتن اليوم درة في تاج دار الاستثمار, وذلك يعني أنه سيكون هناك تركيز واهتمام, وستسعى الإدارة للبحث عن طرق جديدة للتطوير والابتكار. فلم نعد مجرد شركة سيارات أخرى, ففرص الاستثمار في منتجات جديدة ومجالات متنوعة ستكون أبرز ما سيميز المرحلة القادمة. وكانت أول خطوة اتخذها الملاك الجدد تحويل الشركة للتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشروط اللي احنا حطيناها مع فورد من خلال فترة المفاوضات ساعدتنا بنسبة 90% اللي احنا نحول الشركة اسلامي. اولا احنا استلمنا الشركة بدون ديون, يعني استلمنا الشركة زيرو دات, بالتالي ما كانش عندها اي conventional finance الشركة او تمويل غير اسلامي يوم ما عملنا الاكوزيشن عليها, وبالتالي ده خلانا نقطع 90-95% من عملية التحويل للشركة الاسلامي. باقي الحاجات الاخرى يعني كلها ايماتيريال, وبالتالي يوم ما استلمنا الشركه اقدر اقول ان احنا بنسبه 95% كانت شركه اسلاميه يوم ما عملنا الاكوزيشن عليها. احنا دلوقتي في مرحله يعني عمليه اسلمه تامه للشركه. حاجات يعني انا مش معتبرها صعبه, يعني مثلا اللي احنا حاليا بنحط الجايد لاينز للزكاه وكيفيه حساب الزكاه في الشركه وكيفيه توزيع الزكاه في الشركه, ودي من الحاجات اللي ساعدتنا كتير اللي احنا المانجمنت لما قعدنا معاهم قلنا لهم عايزين نأسلم الشركة, قالوا لنا أنا عايزين إيه؟ قلنا لهم مثلا الشركة تقريبا دلوقتي إسلامية بنسبة 95%, ناقص جزء بسيط. قالوا لنا إيه؟ قلنا لهم الزكاة. قالوا إيه الزكاة؟ شرحنا لهم اللي هي نوع من الشاريتي اللي أنتوا عندكم, بس دي متطلب إسلامي. فقالوا لنا والله دي بوزيتيف مش نيجاتيف, يعني دي حاجة إحنا ما نعرضهاش, بالعكس إنها حاجة نشجعها. وبالتالي باستخدام الجايد لاينز بتاع الزكاة واستكمال البروسيس دي أقدر أقول إن الشركة دلوقتي تقريبا إسلامية, ما فيهاش أي حاجة خارج بره الشريعة الإسلامية. أعتقد أن هذه بحد ذاتها إنجاز, يعني أنك تأخذين شركة بالحجم هذا في سوق مثل سوق بريطانيا وإعادة هيكلتها لتكون متوائمة يعني مع الشريعة من أول يوم في دخولنا فيها, يعني إنجاز يحسب للقائمين يعني على العمل ببدايته, مو بس كمؤسسات حتى كأفراد. يعني يمكن في مجموعة من الأفراد يعني عملوا وراء العمل هذا, بدونهم ما كانت راح تصير اصلا الصفقه. حطوا خبراتهم وهم كلهم يعني عرب, ما تكلمنا احنا عن اجانب, هذا ناهيك عن
الخبرات الأجنبية اللي كانت موجودة. وبدخول دار وأديم استطاعت أستون مارتن أخيراً أن تنتج السيارة الرابيد التي طال انتظارها والتي لم تتوفر الإمكانات اللازمة لإنتاجها في السابق. كما تم افتتاح الديزاين ستوديو الجديد بجوار المصنع في منطقة جايدن. نحن اليوم في حالة جيدة واستطعنا تحقيق أرباح خلال الثلاث سنوات الماضية تحت إدارة فورد، ولكننا في حاجة إلى مزيد من النمو، ولكي نحقق ذلك نحتاج للاستثمار في موديلات جديدة وفي الصناعة وفي الموزعين والقوى البشرية. وأول شيء قدمه لنا الملاك الجدد الموافقة على إنتاج الرابيد، وهي سيارة رياضية ذات أربعة أبواب، وسيتم طرحها في أواخر عام 2009. والشيء الآخر هو أننا لأول مرة أصبح لدينا استوديو تصميم خاص بنا، فأستون مارتن ترمز للقوة والجمال والشغف، وتصنع أجمل السيارات وتحصل على الجوائز العديدة، ولكنها لم تمتلك أبدا استوديو تصميم خاص بها. ولكي نستطيع أن نتطور كان لابد أن نبني الاستوديو، وهذا ما تم تحقيقه وتم بدء العمل فيه منذ أول يوم، وتم افتتاح الاستوديو في شهر ديسمبر الماضي. فهذه أول مكاسب حققها لنا الملاك الجدد للشركة. With a big opening, and these are the first two major signs what this new ownership did for Aston Martin. وبالتوازي مع تطوير مصنع السيارات يتم تأسيس كيان آخر يقع على عاتقه تطوير المنتجات الأخرى للعلامة التجارية، حيث أن هذا القطاع لم يتم استغلاله إطلاقاً طيلة تاريخ أستون مارتن. فبينما تمثل هذه المنتجات 30% من دخل شركة مثل فيراري، لا تمثل سوى 1% بالنسبة لأستون مارتن. ابتدينا عملية ريكروتمنت لسي او متخصص يتولى عملية البراند اكستنشن بتاع استون مارتن ودخولها في مجال المرشندايزنج اللايسننج واتيفر الريال استيت لو نقدر. اعتقد في خلال 4-5 شهور القادمين هيكون عندنا سي او مستقل يتولى الفرع ده من فروع الايرادات من غير ما يأثر على مجال الشركة الاصلي اللي هو الاوتوموتيف، وهيبني لنا بزنس بلان اللي احنا اوريدي احنا عندنا بزنس بلان بس مستنيينه اللي هو يطورها اكتر ويعظمها أكثر لأنها هيكون متخصص. الجهة اللي باعت ما أسعفها الوقت أنها تستمتع بال 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 بما هو قادم بالنسبة لهذه البراند. أعطيك مثال بس بسيط، بعض الشركات اللي ذكرتيها اليوم تبيع مثلا حسب المعلومات اللي عندي تقريبا 10% من سعر السيارة ينباع بالمرشندايز.